واحد من أهل نجد جاء تاجر عراقي ما معه مال، قال أبي حمول صدعي وتمن. قال من يكفلك؟ قال يكفلن شاربي. صدعي وتمن. الصدعي والتمر. اي الصدع التمر من العراق لأنه هو اللي يصبر. قال يكفلن شاربي. قال يكفلن شاربي. الله. يقول هو ياخذ بالمنقاش شعراي وحده. ويجيب قطعتك القماش ويحطه ويلفه وينطيه اياه، وقال هذه على الحول اسددك. المهم فعلا راح العراقي، راح النجدي. النجدي راح من العراقي، خذ شعراي ومشى خذ التمن وخذ الصدع. اي والله لو جاء على الحول هو يجي. قال وين شعره؟ هو يفتح الخزنه يا العراقي، هو ينطيه اياه، هو ينطيه حلال. هذا وفاك. جاء واحد ثاني قال ابي هلون، ونفس الحركه. قال من يكفل؟ قال شاربي. ما شاء الله. قال عطنا من شاربك. هو يشيل من شاربه شعر. قال هذا كب وبر. انت الشعارة تصير غاليه عليك. هذا الفرق. لذلك تاجر من اهل الرياض، جاء واحد من اهل عرعر راعي كمبيوتراته، فخذ اغراض ب20,000. أنا عارف التاجر اللي بعرار، يقول أنا يقول تعجبت من راعي رياض، يقول لقيت به أجهزة ب10,000 أكملها 30، بس يقول ما معي 10,000. يقول قلت أبي هلون، وأنتم تعرفون عميل لكم؟ قالوا والله المدير فوق. راح يمه أي ونعطاك، إحنا ما نقول شيء. راح يمه قال أنا عميل لكم من عرار، وأنا أغراضي ب20 وأبي أغراضهم ب30، يعني 10,000 وأسددكم. قال وين أنت؟ قال أنا من عرار. يقول هو يطلع خريطة، وين عرار؟ أي عرار بشمال السعودية. لا لا أنتم أجواد، لا خذ إلى 50,000. ما شاء الله. قال لا أنا بي حق 10,000. قال يا ولد خذ من فاتك. قال لا لا ما أخذ. قال تدري أنك لو قلت 50 ترى ما أنا منطق، ما أعطيتك شيء. الله الله الله، أنا بختبرك بالكلمة. أي نعم.